مساء الخير واهلا بيكم حلقه جديده وهنا العاصمه. النهارده ضيفتنا الوزيره غاده والي وزير التضامن الاجتماعي لاطلاق حمله جديده لمكافحه المخدرات، خاصه ما بين سائقي سيارات المدارس وبين السائقين عموما. غاده والي وصندوق مكافحه المخدرات الحقيقه قادوا هذه الحمله منذ فتره، من بعد حادث البحيره الشهير الذي راح ضحيته عدد كبير من الأطفال في 2014. يعني كان أتوبيس سيارة أتوبيس مدرسة وعمل حادثة كبيرة وراح ضحيته عدد كبير من الأطفال. من بعدها بدأ صندوق مكافحة المخدرات حملة موسعة لمكافحة تعاطي المخدرات ما بين السائقين، والحقيقة أنه من 2014 لدلوقتي انخفض المعدل نتيجة هذه الحملة المستمرة والمتصاعدة من 12% تعاطي مخدرات ما بين سائقي المدارس ل 3.6% في 3 سنوات، وده معدل مهم ونتمنى انه المعدل يبقى صفر، لانه سائقي هذه الحافلات المدرسيه بيسوقوا بولادنا، بيسوقوا بحياتنا. فالحقيقه ان دي حمله مهمه جدا هتطلقها تطلق اعلانها الجديد من هنا العاصمه الوزيره غاده والي. كان هناك مؤتمر صباح اليوم بيتحدث عن هذا الامر وهنتكلم فيه عن تفاصيله مع الوزيره غاده والي، ونتكلم عن ايه، هنعرف بقى كل البيانات والمعلومات حول هذا الامر، ايه اكتر المخدرات اللي بيتعاطاها السائقين، طيب الصندوق عمل ايه، طب اعاده تاهيل المدمنين، كل ده هنتكلم عليه ونوسع الحوار لصندوق مكافحة المخدرات عموما بيعمل ايه وبيساعد متعاطي المخدرات ازاي. ده بعد فقرة طويلة من الاخبار نبدأها اليوم بمجموعة من الافتتاحات التي افتتحها الرئيس السيسي في محافظة المنوفية في جولات، واضح انها تكون في عدد من الجولات. بنذكركم ان في مؤتمر مهم ستعقده الرئاسة من يوم 17 ليوم 19 لعرض الانجازات التي يعني قامت بها الدولة خلال السنوات الاربع الماضية. الافتتاحات النهاردة كانت تتعلق بالصحة، تتعلق بالصناعة، والحقيقة أنا اهتميت مهتمة جدا بافتتاحات الصناعة لأن فيها أيضا من القطاع الخاص، وببقى سعيدة جدا لما الرئيس بيفتتح مصانع للقطاع الخاص اللي بتساهم في تشغيل عدد كبير من المواطنين. أيضا في مستشفيات، كان في تقرير للسيد وزير الصحة عن علاج فيروس سي وإزاي إن إحنا بنتسارع، والحقيقة في تقدم كبير في معدلات علاج فيروس سي، والتعهد اللي قدمه بأن مصر بإذن الله هتكون خالية من فيروس سي في 2020، والرئيس بيطالب بتسريع وتيرة هذا العلاج، وقال أنه مستعد لأن يقدم صندوق دعم مصر يعني مزيد من الدعم لعلاج فيروس سي، صندوق تحيا مصر لعلاج فيروس سي، لأنه ده الصندوق اللي بيدعمه المصريين. فالحقيقة إنه ده طبعا هدف نبيل جدا للصندوق، ونتمنى فعلا مصر خالية من فيروس سي في 2020. أظن أهم ما قاله الرئيس النهاردة، طبعا اتكلم في مختلف المجالات والقضايا الاقتصادية، لكن الرسالة السياسية التي وجهها لإثيوبيا والسودان وللمصريين أيضا حول كل ما يشاع أن مصر بتستعد للحرب، مصر هتدك السد الخزان وسد النهضة الإثيوبي لأننا معترضين عليه، كل الكلام ده يعني نفاه الرئيس السيسي بجملة واضحة: نحن لا نحارب، احنا مش دولة اعتداء، لكننا لا نحارب أشقائنا، احنا دولة سلام، احنا دولة بناء، لكننا ايضا نحافظ على مكتسباتنا، نحافظ على امننا، ونقوي قواتنا المسلحة، لان هو ده مفهوم الامن القومي لدينا. يعني مفروض ان يكون رئيس الوزراء الاثيوبي يصل الى مصر اليوم في زياره يبداها، ويعني هي زياره مهمه نتمنى ان تحدث انفراجه في ازمه سد النهضه. نسمع ما قاله الرئيس من رساله سياسيه مهمه للاشقاء في السودان واثيوبيا.
اتقال كلام كتير على ان مصر مش بس مع السودان، وانا بتكلم بوضوح للمصريين والغير المصريين، ان مصر ممكن تكون على مدى شهور طويلة حصل تصريحات بهذا المعنى على ان مصر مثلا ممكن تكون بتتدخل او بتتآمر. انا بأكد لكم يا مصريين، وانا قلت الكلام ده قبل كده وبقول الكلام ده لأشقائنا في السودان وفي أثيوبيا، مصر لا تتآمر، احنا ما بنتآمرش وما بنتدخلش في شؤون حد، وحريصين جدا جدا على ان علاقتنا تبقى طيبة جدا، ويكفي ما شهدته المنطقة خلال السنين اللي فاتت. احنا لينا سياسة ثابتة، هي الهدف منها هو البناء والتنمية والتعمير، غير كده احنا مش هنعمل. وارجو ان الكلام ده يبقى مسموع، وده مش يعني انتوا عارفيني، وارجو ان الجميع يعرفني، احنا ما عندناش مناورات نقول كلام ونعمل حاجة تانية، نقول تصريحات ويكون الاجراءات عكس كده، لا. تعالوا يعني تعالوا دايما ندور على السلام والبناء والتعمير والتنمية. شعوبنا محتاجة كده، شعوبنا محتاجة كده، مش محتاجة ابدا ان احنا نختلف ونخش في صراع او حروب او كلام من هذا القبيل. مصر مش هتحارب اشقائها يا جماعة، مصر مش هتحارب اشقائها. وانا بقول الكلام ده، حد يقول لي طب ما تسكت وما تقولش كده وسيب الدنيا ماشيه، لا، احنا يعني اللي انا بقول عليه ده، السلام ده اسم من اسماء الله، السلام اسم من اسماء الله، احنا بنمارس هذا الاسم في تصرفاتنا في علاقتنا مع الاخرين. مش مستعدين ابدا ان احنا نخش مع اشقائنا او مع اي حد في حروب، احنا شعوبنا اولى بكل جنيه يتصرف على الخلافات والمشاكل وكلام من هذا القبيل. حد تاني يقول لي طب انت لما انت بتقول كده بتصرف على القوات المسلحة ليه؟ وبتبني في الجيش ليه؟ ده ملوش علاقة بارادتنا من اجل السلام، ده مطالب للامن القومي المصري طبقا لمفاهيم الامن، انك انت يبقى عندك قدره عسكريه لحمايتك، لحمايه السلام اللي انا بتكلم عليه، مش عشان نمتلك قوه عسكريه عشان يعني يبقى في طغيان مننا على الاخرين، لا. احنا دايما حريصين ان احنا نبقى داخل حدودنا، لا نتامر على حد، لا نتدخل في شؤون الاخرين، لكن برضو في نفس الوقت مطلوب مننا ان احنا نحافظ على حياه ال 100 مليون مصري. أنا بقول الكلام ده عشان دي تبقى رسالة لأشقائنا في السودان، وبأكد مرة تانية نحن لا نتآمر ولا نتدخل في شؤون الآخرين، وما عندناش استعداد إن احنا نضيع جهدنا ووقتنا في خلاف. تعالوا ندور على البناء والتنمية والتعمير أفضل، ويبقى جهدنا في الموضوع دوت. أنا حبيت بس أقول الكلمتين دول للمصريين عشان يبقى الأمر واضح بالنسبة لهم، وكمان لأشقائنا في السودان وفي أثيوبيا عشان يبقى الأمر واضح بالنسبة لهم. شكرا جزيلا. طيب تعقيبا على كلام اللي قاله السيد الرئيس، الحقيقه انه السلام دائما هو منطق قوه وليس منطق ضعف، بمعنى انه يعني في مجمل كلامه كان بيقول، حد كان ممكن يقول لي طب ما تسكت بلاش تقول الكلام ده، لكن انا مصر اقول هذا الكلام. خيار السلام هو خيار قوه وليس خيار ضعف، والحقيقة ان الكلام ده بيرد بوضوح وبقوة ويعني بكرامة على تصريحات كتيرة يعني خرجت مؤخرا تصعيدية من أطراف عديدة، وأنا مش عايزة أسميها علشان لا أضيف للتصعيد تصعيد، لكن الحقيقة انه أي تصعيد احنا بنحاول ان احنا نتفاداه وكأننا ما شفناهوش وما سمعناهوش، حتى رغم انه أحيانا كثيرة بيبقى مستفز، لكن احنا الخيار عندنا واضح،
احنا مستمرين بنبني بلدنا. اي محاولات للديستراكشنز او التشويش او انه يجيبنا كده ونفضل نخش نرد وده بيقول ايه ونرد عليه ووزير فلان قال ايه فنرد عليه، ده كلام بقى محتاج الحقيقة ان احنا نتفرغ له، واظن ان ده مش وقته. لدينا مهمة هي بناء هذا البلد، والحقيقة ان مهمة السلام دائما اصعب كثيرا من مهمة الحرب. احنا بلد دخلت حروب كتير، عاشت حروب كتير، احنا اكتر بلد في المنطقة ضحت بابنائها من اجل قضايا مهمة، ومستعدين نضحي بابناء اخرين من اجل نفس القضايا. يعني القضايا الاساسية اللي احنا بنحارب من اجلها، قضية الوطن، قضية الارض، قضية العرض، في قضايا مهمة جدا لا يمكن ان احنا نتنازل عنها. كلام الرئيس واضح، احنا مش دولة معتدية، احنا مش دولة متآمرة، ده ردا على كل الكلام اللي يعني بيحاك حولنا. لكننا دولة ايضا. جملة طب انت ليه بتبني الجيش، اظن ان ده ايضا يعني اقتران الامرين له سبب، يعني هو ما قرنش بناء الجيش وتعزيز القوات العسكرية كده هباء، هو بيقرنها لسبب، مش بس عشان يرد على الناس، ولكن ايضا للتأكيد على قوة مصر العسكرية دائما، وانها هتكون دايما في مقدمة اهتماماتنا ومقدمة الانفاق طبعا في كل المراحل. ايضا تحدث الرئيس عن شركات الغزل والنسيج، والحقيقة انه كان يعني وزير التجارة والصناعة كان بيتكلم على مجمع الغزل والنسيج، شركة صينية جاية تعمله، في يعني كان بيتكلم على مجمع الغزل والنسيج مدة 7 سنوات، لكن الرئيس شايف ان 7 سنوات دي كتير جدا. احنا عايزين نقدم فرص تشغيل، احنا عايزين نشغل الناس، احنا عايزين ننتج. والحقيقة انه يعني في هذا الامر اهتمام كبير بالصناعة، وهو ده اللي احنا عايزينه، اهتمام بالصناعة. يعني يمكن في هذه الجولة في المنوفية احنا شفنا اهتمام اكبر بالصناعة، وهو ده اللي كنا دايما بنتمنى. صحيح البنية الاساسية مهمة، الطرق والكباري والانفاق وكل الكلام ده والمدن الجديدة، لكن الصناعة هذا هو لب الاقتصاد الحقيقي. نسمع الكلام بين الرئيس ووزير التجارة والصناعة. انتوا عاملين 5 مراحل في 7 سنين، اخر مرحلة اللي هي الخمسة اللي اكتر من 500 مليون دولار هي اللي هيتعمل فيها المصانع. اللي قبل كده بنعمل يمكن مراحل اخرى مهمه، انا مش فني عشان اقدر اقول ترتيب الكلام يبقى عامل ازاي، بس انا بقول لك ومعاهم احنا مستعدين نقدم كل التسهيلات ونساعد عشان المشروع ده يخلص في 3 سنين ولا 4. مستعد، هات الناس وقول احنا مستعدين. صحيح هم موجودين هنا فعلا. انا جاي وانا بقول لهم لو كانوا سامعيني، انا جاي في 3 4 سنين. انتوا عايزين بتقولوا 2.5 مليار ولا بتاع، وشايفين الرقم كبير، عقبال ما تجيبوا كده احنا مستعدين نخش معاكم. حاضر خلال نخش معاكم، احنا جامدين يعني. مصر جامده، مصر دوله جامده طبعا، احنا جاهزين نخش ب50% معاكم. وفي قد ايه؟ في سنة ونص، في سنة ونص نوفر التمويل اللازم بالمشاركة معاكم 50% في سنة ونص، بس المشروع ده كله يبقى 3 4 سنين بدل 7. هذا ده شكل حبيته، احنا جاهزين، مش عايزين تبقوا ماشيين زي ما انتم ماشيين معاكم، بس انا بقول ان 7 سنين عدد سنين كتير في رقم ال 2.5 مليار دولار، ما بيعتبرش رقم كبير قوي يعني. يعني ما بي يعني الارقام دي ما بتخدنيش دلوقتي، يخدني 100 مليار دولار 200 مليار دولار، ده اللي انا اتخض منه. صحيح، لان احنا انا بقول الكلام ده اللي يمكن الناس تستغرب تقول يعني ايه الكلام ده، احنا النمو بتاعنا لازم يتعاظم ويقفز في مده زمنيه اقل من كده بكتير، ولازم حجم العمل اللي نوفره لشبابنا والمواطنين في مصر يبقى اكبر من كده بكتير.
خليني بس اعقب على صناعه الغزل والنسيج، بما اننا يعني بنحتفل بمئويه الرئيس عبد الناصر، وانا بشكر كل الناس يعني اللي شاهدوا الحلقه بالامس، وهنكلمكم ايضا النهارده على زياره الضريح والاحتفال اللي مستمر حتى هذه اللحظه. الحقيقه ان هذه كانت واحده من اهم الصناعات اللي يعني هي موجوده في مصر من عقود كثيره، لكنها يعني تطورت بشكل كبير في الستينات وفي عهد الرئيس جمال عبد الناصر، لكن طبعا تدهور مع تدهور القطاع العام وسوء الاداره وكل القصص اللي انتوا عارفينها، احنا وصلنا لخسائر ضخمه جدا في هذا القطاع بالذات، مش بس القطاع العام اللي هو الصناعات الغذائيه والحديد والصلب وغيره، ودي كلها بتتكبد خسائر، لكن انا بتكلم على صناعه الغزل والنسيج اساسا اللي هي اكبر مشغل للعماله واللي بتقوم اساسا على موارد مصريه، ويعني احنا متميزين فيها بشكل كبير، وكانت صناعه تاريخيه بالنسبه لمصر. يونيو حتى يونيو في السنه الماليه المنتهيه يونيو 16 احنا بنتكلم في خسائر وصلت ل 3.2 مليار جنيه في هذه الصناعه فقط. دي صناعه بالنسبه لنا اساسيه، صناعه نحن نملك ادواتها. وبالتالي الحقيقه ان احنا اذا وهنا بقى فكره بقى الخارطه الصناعيه، لو احنا ركزنا احنا ما نقدرش نعمل كل حاجه، مش هنعمل من الابره للصاروخ، يعني يمكن في عصر عبد الناصر كنا بنتكلم على ابره للصاروخ، لا احنا مش هنعمل ابره للصاروخ، احنا عندنا ميزه تنافسيه في امور معينه وفي صناعات معينه، الصناعات الغذائيه، صناعه الغزل والنسيج، في صناعات معينه احنا نقدر نعملها وعندنا ميزه تنافسيه فيها وعندنا قدره على التفوق فيها وعندنا عماله رخيصه وعندنا يعني معقوله بالنسبه للعماله في الدول المجاوره وعندنا قدره وعندنا نو هاو زي ما يعني عندنا المعرفه ان احنا نقدر نتطور بهذه الصناعه. اذا الاستثمار في هذه الصناعه هو استثمار مهم واساسي، وعشان كده الرئيس يعني تحدث عن هذا الامر، وهو كان الحقيقه في كلمه لما اتكلم بعد كده مع وزير قطاع الاعمال كان بيتكلم على اننا ما قدرناش نحافظ على الصناعه والقطاع العام الذي تركه عبد الناصر. نسمع ما قاله الرئيس مع وزير قطاع الاعمال الجديد. لوزير القطاع الاعمال اللي موجود دلوقتي، وعايز اقول لكم ان احنا بنختزل وقت كتير، بنضيع وقت كتير في اعاده تاهيل مصانعنا. احنا عندنا صرح كبير جدا كان معمول من الخمسينات. هقول لك على حاجه كنا اتكلمنا فيها مع دكتور مصطفى مدبولي القائم باعمال رئيس الوزراء، وقلت له من كام شهر كده، والكلام ده كنت قلته مرتين قبل كده خلال الثلاث سنين اللي فاتوا، قلت لزميلنا اللي موجود اذا كنتوا هتمشوا في مسارات اصلاح تقليديه انتوا مش هتخلصوا. 20% من القيمة الحقيقية للإنتاج نتيجة المصانع القديمة ديت. أنا بتكلم على قطاع إيه؟ مصانع بسيطة جدا لصناعة السكر في مصر. أتكلم بقى في الغزل والنسيج، أتكلم زي ما أنت عايز. حديد والصلب أنا بتكلم كقطاع عام. أتكلم زي ما أنت عايز. كله كده. أوعى تزعل من اللي هقوله لك. أوعى تزعل. الزميل بيجي غاطس ما يطلعش. سؤال يعني عشان ما يتخضش يا فندم، الاول السكر مش تبعه. انا عارف، انا بس بالمره كده يروح غاطس ما يطلعش. خير يا جماعه في ايه؟ ما بتتحلش المسائل. قطاع الاعمال مش قادر يحل المسائل. مش عيب في الوزير ابدا والله، عشان ابقى انا منصف في كلامي، ولكن التحديات اللي جوه الموضوع يعني هتقول للدكتور عمرو انا عايز عشان اعمل مصانع السكر دي 1.8 مليار جنيه، هيروح مطلع لك جيبه على طول ويقول له ما فيش. وزير الماليه دايما بيعمل كده. طب يعني نرجع تاني لقطاع الاعمال. احنا عندنا 8 شركات قابضه تحتها تقريبا 150 شركه، بنتكلم بقى في الصناعات الغذائيه، بناء وتشييد، غزل ونسيج، صناعات معدنيه، يعني عندنا حاجات كتيره جدا. اظن انه دور وزير قطاع الاعمال الجديد انه يدرس الملف اللي هيطرح، وانا هنا بكلام واضح احنا ما نقدرش نفضل مخلين هذه الشركات على امل ان احنا نطورها،
اللي هنقدر نطوره هنطوره، اللي مش هنقدر نطوره الافضل ان احنا نطرح منه نسب في البورصه، وبالتالي يحصل اكتتاب فناخد الفلوس دي فنطور بيها هذه الشركات. الاكتتاب ده هي فلوس المصريين، ففكره الخصخصه يا جماعه اللي الناس كتيره بتخاف منها، رغم ان انا شايفه انها افضل اختراع، يعني ان احنا نبيع كل هذه الشركات، لكن ما علينا، هناك وجهة نظر تانية وانا بحترمها ايضا، لكن فعلى الاقل ان احنا نبيع جزء من هذه الشركات للناس للمواطنين، نكتتب فيها، طالما ان احنا ناخد الفلوس دي ونطورها. لكن احنا مش هنقدر نتحمل هذه الشركات، هندفع المرتبات للموظفين منين والعمال منين؟ العمال دول نفسهم مش هيلاقوا شغل يعملوه. احنا محتاجين نطور هذه الشركات. طول ما احنا خايفين من ان احنا نفتح الملف ده ومرعوبين ان احنا نواجهه ونقول لا ما احنا اصلنا خايفين، احنا الحقيقه ان هتفضل دي قنبله موقوته، وهتفضل شركات قطاع الاعمال العام جثث هامده مش قادرين ان احنا نحييها. فلابد من التفكير بشكل مختلف لإعادة إحياء هذه الشركات المهمة اللي فيها عمالة أيضا مهمة. معي على الهاتف مهندس طارق أبيل وزير التجارة والصناعة. مساء الخير يا فندم. مساء النور أستاذ ميس، ازيك؟ أهلا بيك. موضوع الغزل والنسيج نبدأ بيه، والمجمع اللي حضرتك كنت بتتكلم عليه، والرئيس قال إن هو مستعدين كدولة إن هم ندخل فيه، يعني ده استثمار صيني، لو تشرح لنا بالظبط إيه الموضوع يا فندم؟ هو الحقيقة احنا بدأنا مفاوضات بقالنا فترة كبيرة، يمكن زي ما ذكرت النهاردة الصين نتيجة ارتفاع تكلفة العمالة بدأت تنقل بعض صناعات الغزل والنسيج لبعض الدول برة، فاحنا بدأنا نتفاوض معهم من مايو اللي فات مع اكتر من 25 شركة صينية اللي بتصنع في الصين وبتصدر لمصر، بالإضافة لبعض التجار اللي بيستوردوا من الصين. عملوا شركة قابضة للاستثمار في الغزل والنسيج في مصر. طبعا دخلنا في دراسات جدوى وكل الخطوات اللي حضرتك عارفاها، ومجلس الوزراء وافق على تخصيص أمر مباشر 3.1 مليون متر مربع في السادات، وفي دراسة جدوى بعض المراحل الانتهاء هي المشروع كله. احنا بنتكلم على يمكن 568 مصنع، بنتكلم على رقم كبير قوي، باستثمارات اكتر من 2.2 مليار دولار، بحيث المرحله الاولى تخلص على 2020 دي في حوالي 57 مصنع، وهكذا يعني في مراحل لغايه 2024. ده الفكره بتاعتها. الاستثمار الاجنبي فيها في حدود 87%، طبعا ده مكسب كبير لينا، لانه دي الى حد كبير ممكن بتعدل الميزان التجاري مع الصين، لانه في جزء من الصادرات بتاع هذا المجمع هيرجع تاني للصين بالاضافه الى دول اخرى. حجم الانتاج بتاع هذا المجمع في حدود 9 مليار دولار، وده طبعا رقم كبير جدا ممكن يرفع صادراتنا في الغزل والنسيج بشكل كبير، بالاضافه ان طبعا التكنولوجيا فيها الى حد كبير متقدمه. طيب ده هنا بقى لو دخلت الدوله في هذا الاستثمار ايهما افضل، انه ده يفضل استثمار صيني اجنبي بحت، ولا ان الدوله تدخل فتسرع الوتيره، ولا ايه بالظبط؟ هو المشروع كله هو مشروع قطاع خاص 100%. هو سياده الرئيس النهارده عرض، يعني ده عرض وليس في اجبار على المستثمر، انه لو يحب انه ان احنا كدوله نقدر نخش معاهم عشان نقدر نسرع وتيره العمل، ده واحد من العرض. طبعا هنرجع للشركه المستثمره وهنتكلم معاهم، هنراجع تاني تفاصيل التوقيت معهم، لكن هي يعني سيادة الرئيس ما حطهاش كإجبار. نعم. ولكن ده عرض عشان نقدر نسرع لو عايزين، لو مش عايزين هيكملوا زي ما هم عايزين، وفي نفس الوقت هنشوف ازاي نقدر نحاول ايه الخطوات اللي ممكن نعملها بحيث نسرع خطواتنا. ده استثمار مهم جدا. طيب ماذا عن النهارده؟ اظن الرئيس افتتح ايضا مصانع للصلب، لو تكلمنا عن هذه الصلب. مظبوط. هو المصنع اللي اتفتح اللي كان فيه الحقيقه العرض، يمكن تاني اكبر مصنع حديد وصلب في مصر، ده في الدي ار اي اللي هو وحدات الاختزال، يعني بيبدا من
المادة الخام من الحديد بيحولها إلى بيلتس وبيلتس وبعد كده تصنيع الحديد. فده واحد من المصانع الكبيرة اللي بتنتج منتجات مختلفة من الحديد. ده مصنع جديد بيتم افتتاحه. مهمة جدا. بيتم افتتاحه ده جديد يا سيادة الوزير؟ نعم يا فندم. ده مصنع جديد ولا دي توسعة؟ لا هو المفروض ان هو مصنع جديد، يعني ده افتتاح للمصنع. ده افتتاح للمصنع. تكلفة التكلفة الاستثمارية قد ايه؟ حجم الانتاج؟ التكلفة الاستثمارية يعني اعتقد فوق 3 مليار. ده يعني مصنع كبير، حجم انتاجه تقريبا من حجم انتاج السوق كله في حدود 20-25%. كويس. هل في مشروعات صناعية اخرى سيفتتحها السيد الرئيس قريبا خلال الايام القادمة؟ دي بقى على حسب طبعا جدول سيادة الرئيس في الافتتاحات. النهارده كان زودنا مصنعين، مصنع كان تفقد، ده مصنع كبير للغزل والنسيج موجود في مدينة السادات، بيعمل غزل وبيعمل نسيج وبيعمل صباغة. مصنع الحقيقة من المصانع الرائعة بتكنولوجيا حديثة جدا، بالإضافة إلى افتتاح مصنع الحديد. بشكرك شكرا جزيلا سيادة الوزير طارق أبيل وزير التجارة والصناعة. وخلونا قبل ما نسمع الرئيس اتكلم على فيروس سي، بس خلونا نسمع مقاله الأستاذ كمال بشاي رئيس مجموعة بشاي للصلب اللي افتتح الرئيس مصنعهم اليوم. نعرف تفاصيل هذا المصنع الجديد. إن هذا الصرح الصناعي لم يكن ليرى النور لولا مجهودات فخامتكم التي كانت تسابق الزمن لإنشاء محطات توليد الكهرباء العملاقة التي أحدثت طفرة غير مسبوقة في توفير الكهرباء بمصرنا العزيزة، حيث إن الكهرباء هي من أهم شرايين الحياة، فقد كانت مشكلة عدم توافر الكهرباء من أهم المشكلات والعقبات التي واجهت هذا الصرح الصناعي، والتي كادت أن تقتل الحلم والأمل في خروج المشروعات العملاقة من النفق المظلم والنهوض بمصرنا العزيزة من كبوتها التي طالت عبر سنوات عجاف. هذا الصرح الصناعي سيحقق المنافسة القوية ويكسر الاحتكار في السوق المصري. 8. بإضافة هذا الصرح الصناعي العظيم إلى مجموعة بشاي للصلب، ستصبح مجموعة بشاي في المرتبة رقم 42 عالميا من حيث إنتاج وكميات ونوعيات الصلب السائل. أنا بشكرك جدا، بس أنت قلت هيبقى ترتيبك الثاني ولا ال 42؟ 42. الثاني ولا ال 42؟ 42 على العالم. أيوة أنا بتكلم على العالم. أه. الثاني ولا ال 42؟ لا إن شاء الله بقى الأول. يعني ده تحدي كبير قوي، يعني من 42 للتاني. معايا على الهاتف السيد كمال بشاي رئيس مجموعه بشاي للصلب. مساء الخير ومبروك. مساء الخير حضرتك، وانا متشكر جدا 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 جدا. اشكرك. يعني اولا يا ريت تقول لنا بعض المعلومات عن المصنع الجديد، الطاقه الانتاجيه، بينتج ايه بالظبط في الحديد، واستثماراته قد ايه؟ احنا نبتدي من المواد الاوليه، ان احنا عاملين تعميق للصناعه، فابتدينا بالايرن اور عشان نعمل له اختزال ونطلع انقع انواع الحديد، واحنا بنفكر في الموضوع السبيشال ستيل والصلب الخاص، مش الحاجات المسلح والحاجات الرخيصه. احنا المسلح والحاجات دي عندنا 3 مصانع تانيين، فبننتج كم كبير ومكتفين بيه. فهذا الحديد اللي انتوا بتنتجوه بيستخدم في ايه يا استاذ بشاي؟ لا ده انا بفكر ان احنا نعمل قضبان سكه حديد، عشان نعمل خطوط للمترو السريع والشبكات. يعني حاجات تانية مختلفه تماما، غير حديد التسليح اللي بيستخدم في البناء والكلام ده. لا احنا بنعمل برضه حديد، بس مش في المصنع ده. وبرضه في المصنع ده في وحده لحديد التسليح مخصوص. قدره الوحده اللي هي تعمل حديد التسليح بس 1.5 مليون. طيب حجم الاستثمارات بقى في المصنع ده قد ايه؟ لا حجم كبير قوي، بس ما لسه ما حسبتوش. يعني ايه لسه ما حسبتوش؟ يعني خايف من الحسد ولا ايه يا استاذ بشاي؟ كام يعني؟ انا اسمي المهندس كامل. ماشي يا باشمهندس. يعني
برضو يعني حجم، لا يعني ما بنتكلم علميا على مصنع، محتاجين نعرف حجم الانتاج، حجم الاستثمارات، ده شيء طبيعي. حجم الاستثمارات فوق 2 مليار دولار. فوق 2 مليار دولار. بقالكم قد ايه بتبنوا المصنع؟ احنا ابتدينا في 2008 وكان المفروض ان احنا نشتغل في 2012 او 2013، وبعد كده جت تعثرنا عشان موضوع الاضرابات والثوره والكلام ده، والحمد لله. وبعدين ما كانش فيه كهرباء يعني، احنا يعني لولا مجهود السيد الرئيس في موضوع الشبكات، كميات محطات الكهرباء اللي اتعملت الاخيره دي، ما كنتش المصنع ده هيشوف الدنيا خالص. وده سؤالي، ان حضرتك اتكلمت فعلا على موضوع انه نقص الكهرباء كان سبب في تعطيل المصنع. اشرح لنا بقى يا فندم. مش عايز اشرح، مفيش كهرباء مفيش حياه للمصنع. يعني لولا المحطات اللي سياده الرئيس عملها دي، هي دي ادتنا الحياه. وبالتالي حدثت الانفراجه ايه في اخر سنتين تقريبا؟ اخر سنه. اخر سنه تقريبا. اخر سنه، لان احنا بناخد باور كهرباء عاليه جدا. بناخد حوالي 310 ميجا، ودي ما كانتش متوفره ان هم يدوها لشركه واحده 310 ميجا. دلوقتي عندهم الاستعداد يدوها، لان عندهم دلوقتي كهرباء متوفره جدا. ودي فرصة أي واحد عايز يعمل مشروع، والله 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 بمنتهى الإخلاص يعمل دلوقتي، لأن النهاردة في كهرباء. صح. دي هي عصب الحياة. ودي كانت الأزمة يعني إحدى أهم الأزمات بالنسبة للصناعة. يعني أنا فاكرة كتير كنا بنسمع من المصنعين إن إحنا المصانع مثلا بتشتغل وردية واحدة، ما بتشتغلش ورديتين، ما بتشتغلش بكامل طاقتها حتى لو كانت شغالة. فطبعا دي كانت مشكلة كبيرة جدا وخسائر ضخمة. في مصانع ممكن تقف لو ما فيش كهرباء، بس في مصانع ما ينفعش انها تقف. وبالذات مثلا ميلت شوب، فرن صغر، ازاي وقف؟ ازاي؟ حراريات هتبوظ، حديد هيبوظ، الدنيا هتبوظ. مهندس بشاي، اتفضل. لا حضرتك، ميه ما تقفش. حضرتك قلت جملة مهمة جدا في متن حديثك أمام السيد الرئيس، إنه هذا المصنع بيساهم في كسر الاحتكار في السوق المصري. هل يوجد احتكار في الحديد في السوق المصري؟ كان موجود في احتكار، دلوقتي مفيش. دلوقتي مفيش. والاحتكار دلوقتي كان منين يا فندم؟ من أي شركات؟ مفيش على الأسامي يعني. عارفيني من الأسئلة الصعبة بتاعت حضرتك دي. دي مش أسئلة صعبة، دي أسئلة العادية. لا حضرتك اسئلتك صعبه قوي احيانا. طيب عموما يعني حضرتك بتقول انه الان لم يعد هناك احتكارا في سوق الحديد المصري خالص. طيب هل احنا ممكن نصدر، ولا يعني ان السوق المحلي محتاج كل الانتاج في الوقت الحالي؟ ان احنا ممكن نصدر وفي وفره، بس السوق العالمي لسه مش جاهز لينا، ان التكلفه ما زالت هنا عاليه. ولا السوق الافريقي مثلا؟ مش السوق الافريقي ما كانش شغال قوي. السوق الكويس اللي كان بيستورد لبنان، سوريا، ليبيا. كانت ليبيا، وده انا كنت لسه هسالك على ليبيا. ليبيا ليبيا دي ليبيا دي يعني انتوا بتستعدوا باذن الله عندما يبدا اعاده اعمار ليبيا، بتستعدوا كشركات ومصانع مصريه لدخول هذا السوق؟ احنا محظوظين عشان احنا قريبين من اسكندريه وعلى الطريق البري لليبيا. كنا بنصدر بامانه 40% من المنتج بتاعنا كله لليبيا. حضرتك قلت ان حضرتك رقم 42 في العالم، ترتيبك في مصر قد ايه يا فندم؟ الثاني بعد حديد عز؟ انت حضرتك ليه بتقولي اسامي؟ لا انا اسامي ده حضرتك بقول بشاي، لازم اقول عز عادي يعني. ماشي. الاسامي دي مش حاجه عيب، دي اسامي. اسامي تمام. طبيعيه يعني. بشكرك مهندس كمال بشاي، رئيس مجموعه بشاي للصلب. مش عارفه الناس تقلق ليه، يعني شيء طبيعي. رقم واحد استثمار حديد عز، رقم اثنين حديد بشاي، عادي جدا يعني. الاستثمار لازم يكون عندنا شفافيه وعارفين نمره واحد ونمره اثنين ونمره ثلاثه، مين المحتكر ومين غير المحتكر. ده شيء طبيعي جدا في القطاع الخاص، في العمل بالقطاع الخاص. طيب ايضا ليبيا، لان لازم اعلق على موضوع ليبيا.
الحقيقة أن أظن أن الشركات المصرية، ونحن نأمل أنه ليبيا يعود إليها الاستقرار ويبدأ فيها إعادة الإعمار، ومصر مهتمة جدا بهذا الأمر مجموعة من الأسباب، أهمهم طبعا الأمن والأمان، لأن إحنا عندنا الحدود الغربية الكبيرة، وبالتالي مش عايزين أي مشكلات تأتينا من الجيران. لكن كمان مهم جدا بالنسبة لشركاتنا أن تكون مستعدة، لأنه أول ما سيفتح السوق الليبي أبوابه لإعادة الإعمار إحنا الأقرب، فعلينا أن نكون الأكثر استعدادا، الأكثر استعدادا بالعمالة، الأكثر استعدادا بالشركات، الأكثر استعدادا بالاستثمارات. وأنا هنا بتكلم على الاستثمارات في كل المجالات، الكهرباء والبنية الأساسية والحديد والأسمنت وكل وشركات البناء، لابد أن نكون دائما على هبة الاستعداد أنه وانس بإذن الله بدأ السوق الليبي لإعادة الإعمار وفتح أبوابه لإعادة الإعمار، تكون الشركات المصرية لأنها الأقرب تكون ودايما لأنه العلاقة بيننا الحقيقة علاقة وطيدة جدا، تكون جاهزة لدخول السوق الليبي. ودي الحقيقة هتبقى مهمة جدا بالنسبة للعمالة، وهتعمل طفرة في معدلات النمو بالنسبة لنا، معدلات النمو بالنسبة لشركات القطاع الخاص والعام. أيضا الرئيس أيضا كلم، كان في حديث للسيد وزير الصحة دكتور أحمد عماد حول يعني ما حدث والتطور في موضوع علاج فيروس سي. النهاردة الرئيس وقع على قانون التأمين الصحي الشامل، وبذلك وبهذه الخطوة يصبح القانون فاعلا، خلاص بينشر في الجريدة الرسمية بعد التوقيع ويصبح فاعلا، ونبدأ في تطبيق قانون التأمين الصحي لواحد من أهم القوانين في حياة المصريين. نتمنى أن يكونوا يعني يوفق الناس، يوفق الله، يوفق الوزراء في تطبيقه على طول، اللائحة التنفيذية تطلع ويبتدي، لأنه ده واحد من أهم القوانين في حياة المصري. نسمع ما قاله الدكتور أحمد عماد حول فيروس سي. موضوع الفيروس سي تاني، ونتكلم على موضوع إدارة المستشفيات اللي احنا بنتكلم عليها دي. تفضل سيدي. يعني أنا بقول لك إذا كنا احنا عدنا في 14 شهر خدنا 1.5 مليون. 5 مليون يا فندم. ها؟ 5 مليون سيادة. بس احنا 5 مليون وعالجنا 1.5، عالجنا 1.5 مليون في خلال الثلاث سنوات اللي فاتت. ثلاث سنوات وعالجنا ومسحنا 5 مليون. بالظبط. طيب انت يعني بتأمل بانك انت خلال ثلاث سنين ولا اربع ان شاء الله سنين يا فندم تكون مخلص 45 تقريبا؟ باذن الله يا فندم. هل ممكن وخلي صندوق تحيا مصر يدعمك؟ وانا بقول للمصريين اللي بيسمعوني دلوقتي، شوفوا احنا لما بنحل المساله ديت وبنعالج مريض ايا ما كان سنه وايا ما كان نوعه، يعني شاب او شابه، راجل او ست، وبنزيح عنه المرض ده، احنا بنعمل حاجه عظيمه جدا. وبالتالي اذا كان ربنا وفقنا وقدرنا ننزل من 80,000 دولار ل 80 دولار بس، فأنا كان عندي برضو أمل تاني إن إحنا ما نقعدش المدة الطويلة ديت. أنا بعتبرها طويلة لأن كل إنسان مريض أي ما كان مرضه، لكن ده بالذات الفيروسي كل يوم بينام بيبقى نايم ومتألم، ويمكن قصته بتتألم والمحيطين بيه. صحيح. أنا مستعد من خلال صندوق تحيا مصر اللي اتبرعوا فيه المصريين، لو كان الموضوع تكلفة مش إجراءات طبيعية نتيجة الحجم العمل المطلوب، لو كان الموضوع تكلفة مالية احنا مستعدين. وانا بسمع المصريين عن الصندوق ده قام بدور عظيم جدا في الحكاية ديت معاكم وفي موضوعات اخرى. انا مستعد ندي دعم قوي لو كان ده هيحل معاك المدة. اكيد هيحل حضرتك. طبعا احنا عملنا حساب للتكلفة بتاعتها، احنا بنتكلم حوالي 337 مليون دولار. المرحلة اللي جاية هتكلفنا 337 مليون دولار. يعني الحقيقة أن موضوع فيروس سي ده موضوع احنا اهتمينا بيه أيضا منذ بداية شراء الدواء من لجنة مكافحة الفيروسات الكبدية منذ سنوات طويلة. طيب معنا دكتورة منال حمدي السيد عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية. دكتورة مساء الخير.
مساء الخير يا استاذ رميد. اهلا بيك. يعني يبدو الرئيس طموحا جدا ان هو ينتهي يعني ينهي على فيروس سي باذن الله حتى قبل الموعد المتوقع. ايه اللي انتوا عايزينه؟ ايه المتطلبات لكي نسارع في العلاج وفي مزيد من الكشف؟ انا اعتقد حضرتك احنا مشكلتنا في الوقت الحالي تشخيص الحالات وعدد الحالات اللي هي موجوده وغير معروفة لنا في الوقت الحالي. فالحجم العمل الكبير جدا في المرحلة القادمة يمكن أكثر ما هو تمويل هذا حجم عمل في المسح اللي بيتعمل ومسوحات اللي بتتعمل في المرحلة القادمة. الدعم هيبقى أعتقد يمكن للناس الأكثر عرضة للإصابة اللي هم مترددين على المستشفيات والمرضى اللي عندهم أمراض مزمنة، ودول يمكن هم أهم مجموعة في الوقت الحالي يتعمل لها مسوحات. ويمكن لو احتاجت بعض المستشفيات، وأعتقد المستشفيات الجامعية بعضها عمل اتفاقيات فعلا مع وزارة الصحة، وفي اتفاقيات بين المستشفيات الجامعية وأيضا في بعض الأحيان زي عندنا في جامعة عين شمس مع صندوق تحيا مصر لعمل مسوحات للمرضى في الأقسام الداخلية، لأن دول بيبقى حضرتك بتطلعي منهم الأعداد اللي هي مصابة وغير معروفة، ومش بس هي مصابة وغير معروفة ولكن أيضا لأنها تتردد على المستشفيات هي ممكن تعدي أكتر من مريض، فهي فيها شق وقائي أيضا مش شق علاجي وكشف مبكر فقط. فيمكن المرحلة القادمة هنحتاج يبقى فيه دعم أكتر لعمل مصحات. حجم العمل ضخم جدا طبعا، وزارة الصحة عليها عبء كبير جدا لعمل مسح أو كشف لأعداد كبيرة في المرحلة القادمة، ودي يمكن المرحلة اللي هتبقى أعتقد سنة 2018 هيبقى فيها جهد كبير جدا في هذا، وحتحنا هنحتاج دعم في عمل هذه المسوحات. والمرحلة اللي بعديها أنا في اعتقادي الشخصي ودي برضو لها أهمية قصوى، الشق الوقائي اللي هنحتاج فيه أيضا دعم كبير جدا. المستشفيات هتحتاج دعم لو هنتكلم حتى على مراحل قادمة فيها برامج لتأمين صحي والارتقاء بالمستشفيات وبالخدمة في المستشفيات، هنحتاج أيضا الشق الوقائي نرتقي به من مكافحة عدوى في المستشفيات علشان تبقاش في عدوى بفيروسات مرة أخرى، وأيضا الأمان بتاع الدم والمستحات اللي بتتعمل في بنوك الدم. بشكرك شكرا جزيلا دكتورة منال الحمد السيد، عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية. يعني بالأمس كنا اتكلمنا على حكومة جديدة فيها 4 وزراء جدد، منهم وزير جديد للتنمية المحلية هو سيادة اللواء أبو بكر الجندي الرئيس السابق لجهاز التعبئة والإحصاء. والحقيقة أنه يعني بدأ الوزارة ربما ببعض العبارات أو التصريحات التي أثارت الجدل حول الصعيدة، ففجأة فوجئنا بالبرلمان بعدد كبير من طلبات الإحاطة حول هذه التصريحات. نحاول نفهم هذه التصريحات. سيادة اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية، مساء الخير يا فندم. اهلا يا استاذ الميس، اهلا بيك. ويعني المشاهدين كنا نتمنى ان احنا نبتدي حواراتنا بامور اخرى، ولكن يبدو ان تصريحات حضرتك اثارت الكثير من الجدل. ماذا قلت عن الصعايده يا دكتور يا سياده اللواء؟ والله يا استاذ الميس انا ما قلتش عن الصعايده غير كل خير. انا قلت ان احنا عندنا بيانات وكل المؤشرات اللي انا شايفها كويس جدا ودارسها كويس جدا بتقول ان الصعيد خلال فترات كتيره كان اقل حظا في التنميه. وان شاء الله في الفتره اللي جايه الدوله تنبأت لذلك في العقدين الاخرانيين، ولكن ما زالت مؤشرات التنميه في الصعيد متراجعه مقارنه بكل الجمهوريه. مثال يا استاذ لميس، احنا الفقره عندنا حوالي 28% نسبه في الجمهوريه، لكن كل محافظات الصعيد فوق ال 50%. فقلت الناس دول اتظلموا خلال فتره طويله جدا وما خدوش حقوقهم، وكانوا بيسيبوا بلادهم عشان يوجدوا فرصة عمل يعيشوا بها أسرهم، كانوا يركبوا القطر ويجوا القاهرة عشان يشوفوا يدوروا على الرزق. أنا كل هدفي في المرحلة اللي جاية إن إحنا هنكثف علاقاتي وعلاقاتي بالسادة الوزراء والسادة المحافظين وكل دعم الدولة في هذا المجال عشان نحسن فرص الاستثمار في الصعيد، والناس تبطر تركب القطر وتيجي القاهرة عشان تشتغل وتدور شغل ويروحوا يقعدوا في العشوائيات.
هي دي جزء بقى، هي حته العشوائيات دي يا فندم اللي عملت حد مش حته العشوائيات، وقالوا اللي هو بكر بيقول الجندي ان سبب العشوائيات هم الصعايده. انا قلت اطلاقا، ده انا بقول انا هدفي في الفتره الجايه ان هم يبطلوا يركبوا القطر ويلاقوا عندهم فرص معيش كويسه وتنميه محترمه، وحتى اللي في مصر يركبوا القطر ويرجعوا الصعيد، لان هيكون احوال اتحسنت في الكلام ده حاجه يا استاذ لمين. يعني هو يمكن جزء العشوائيات اللي هو ان هم يركبوا القطر ويعملوا لنا عشوائيات او يحدثوا عشوائيات، ده ازعج كتير من النواب وازعج كتير من الحياه. وانا كنت بتكلم مع الاستاذ احمد موسى من شويه وقال لي انت انا صعيدي وعايزين اعتذار، قلت له اذا كانت فاهم من كلامي ان هم اللي عاملين العشوائيات انا بعتذر لهم مره واثنين وعشرة، لكن ما يتجاهلش كلامي ويتصب على الحته دي ويقول انا عايز ان الصعيد يبقى ياخد فرصته ويبقى عنده تنميه ونعمل حوافز للمستثمرين والمناطق الصناعيه اللي في المحافظات الصعيد دي يعني يبقى فيها مصانع اكتر ويبقى فيها شغل اكتر ويبقى فيها مكاسب اكتر للصعيد. الهدف واضح، الهدف من كلام حضرتك واضح لانك جداً تقف على الارقام كمان، يعني جدا جدا هو الكلام اللي انا قلته، ولكن حد علق على كلامي بشكل اثار اخوانا في الصعيد، الصعيد دول ارجل ناس في مصر، واحنا كنا في الجيش واحنا في الجيش ندور على العسكري الصعيدي والضابط الصعيدي عشان نديله المهام الصعبه، هم اللي عندهم جلد وهم اللي عندهم امانه وهم اللي عندهم قدره على العمل وامانه واخلاص اكتر. احنا في التعداد الاخير يا استاذ الاميس احسن النتائج كانت في العمل يعني وفي الاجتهاد كانت في محافظات الصعيد. يعني انا لا يمكن اكون انا مفهوم يعني انا اللي معرفتي بحضرتك ممكن افهم السياق طبعا في الكلام. طب النواب بقى اللي هم يعني منزعجين جدا والنواب منزعجين من تعليق الصحفي على كلامي اللي ودانا في المنطقه الوحشه، احنا قصدنا عايزين نوجد لهم فرص العمل والتنميه اللي يستحقوها، والظلم اللي ظلموه فترات طويله نحاول نركز معاهم اكتر عشان ياخدوا حقهم. طيب هتروح المجلس يعني تحاول يعني تتفاهم معاهم ولا والله ايه؟ والله اذا كانوا عايزين نروح المجلس انا تحت امرهم واوضح لهم الكلام اللي انا وضحته المنطقي اللي انا وضحته لحضرتك، وانا متاكد ان الساده النواب هيتفهموا اللي حضرتك فهمتيه واللي تفهمه كل مشاهد بيسمعني دلوقتي. الحقيقه انا بشكرك يعني دايما الحقيقه، يعني حضرتك رجل خلوق وانا متاكده انه نواياك حسنه يعني، وعارفه طبعا يعني انه حضرتك اكيد الكلمه ربما اجتزئت من سياقها. طيب في امر اخر سياده اللواء او سياده الوزير بقى، يعني ما كيف تلقيت خبر القبض على دكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفيه؟ والله انا زي اي مواطن انزعجت جدا من ان في مسؤول على هذا المستوى يبقى يسلك هذا المسلك او ينزلق هذا المنزلق، ولكن في الاول وفي الاخر بقول احنا مجتمع انساني، يعني ممكن تلاقي واحد بسيط جدا يا استاذ لميس ولا ينساني قدام اي اغراء وعنده امانه مطلقه، وتلاقي حد بقى من المستويات اللي حضرتك شفتيها دي وشفناها امبارح عنده ولكن عايز المزيد، ده مجتمع انساني في من ده وفي من ده، لكن ما هي شيء مزعج، ولكن في رسالة إيجابية ممكن نطلع بيها من اللي حصل ده، إن الدولة لا تتهاون في الفساد مع أي حد كان مستواه. الرئيس كان رايح المنوفية تاني يوم صحيح. وكان ممكن الكلام ده يرجع ولا كان ممكن نحاسبه بعد كده أو كده، إطلاقا الدولة جادة في مواجهة الفساد، ودي الرسالة الإيجابية في هذا الموضوع، وكل مخطئ ياخد جزاؤه، وكل ما كان مستواه اكبر جزاؤه ده لازم يكون رادع علشان يبقى ردع لكل من تسول له نفسه ان يستغل امكانيات البلد دي، والطمع والجشع اللي عند البعض يعني نحاول نحصره ونقلل من نسبته، ويبقى المسؤولين وغير المسؤولين كلنا ناس بنأدي اللي علينا بمنتهى الامانه. طب سياده الوزير هل يعني تبحثوا عن بديل سريع لمحافظ المنوفيه ام انكم هتستنوا لو كان هناك تعديل في حركه المحافظين؟ الحقيقه المحافظه فيها سكرتير عام وفيها سكرتير عام محافظ وفيها مدير مديريات، وهي تعمل ولا تنتظر يعني المحافظ الجديد، لكن مؤكد ان لما الوضع القضائي اللي احنا فيه دون او التحقيقات يثبت انها فعلا الكلام ده له اساس ثابت وحقيقي، لابد ان احنا هنجيب محافظ فورا
ويتولى مهام المحافظة. أما بالنسبة باقي حركة المحافظين هذا ملف لم يفتح حتى الآن يا أستاذة لمي. يعني لسه ما فيش كلام عن حركة محافظين إطلاقاً جديدة. إطلاقاً إطلاقاً. أهم حاجة، أهم ملف هيشتغل عليه لواء أبو بكر الجندي إيه؟ والله أهم ملف اللي أنا قلته في المداخلة إن أنا عايز أبص على الصعيد. أول حاجة قلتها إن إحنا عايزين نبص على الصعيد عشان ياخدوا حقوقهم. تاني ملف يا أستاذة لميس عندنا القانون بتاع المحليات اللي بقاله مدة في البرلمان، إن شاء الله برضو بعلاقتنا الطيبة مع كل السادة النواب ومجلس الوزراء نحاول ندفع هذا القانون، لأن ده اللي بقى الأساس لانتخابات المحليات اللي اتأخرت. وانت عارفة حضرتك قد إيه المحليات دي هي المصنع بتاع السياسة، بتاع المدرسة اللي بيتعلم فيها الشباب السياسة، وعندنا مجالس محلية تحاسب المجلس القاري وتحاسب رئيس المركز ورئيس المدينة وتحاسب المحافظ، وتبقى هي دي مفرخة السياسيين. نعم. وإن شاء الله الأهم من برضو في طبقا للتوقيتات والترتيبات احنا عندنا استحقاق الرئاسي. طبعا الاستحقاق الرئاسي ده احنا زي ما قلت قبل كده ان احنا بقالنا 7 سنين بعد ثورة، ولابد ان احنا طبيعة المصريين تتغير بان هم حريصين على ممارسة حقوقهم الدستورية، وده العالم كله بيبطلنا بعد كل هذه التضحيات اللي حصلت في السنوات السبع الأخيرة. المصريين لازم يثبتوا ان هم فعلا بقوا اكثر ايجابية اكثر مشاركة. عمر ما حد هيقول لحد روح حط صوتك في الصندوق لمين، لكن اللي احنا عايزينه ان اكبر نسبة مشاركة نثبت فيها ان احنا فعلا انتقلنا من 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 لا مبالاة والعزوف عن المشاركة، لان احنا بقى مجتمع واعي وشعب واعي ورايح يمارس حقه ويحط ويجيب المسؤول اللي هو عايزه ويحاسبه، ويبقى فعلا هو دي المشاركة الشعبية اللي احنا بإذن الله مع السادة المحافظين ومع مجلس الوزراء ومع كل الجهات ندفع المواطنين للمشاركة بإيجابية. يبقى شكلنا في الداخل محترم وشكلنا في الخارج محترم، ان احنا بقينا دولة فعلا أبنائها بيشاركوا في صناعة مستقبلها. بشكرك سيد الوزير اللواء أبو بكر الجندي، وأتمنى وزير التنمية المحلية الجديد، وأتمنى أنه الحقيقة ملف النظافة يا فندم تهتموا بيه، ده أهم ملف في المحليات في البداية. والرجل اعتذر، خلاص الرجل اعتذر على الهواء وقال لو فهم من كلامي شيء خطأ أن أنا يعني بدايق الصعيدة فأنا بالعكس بعتذر ومستعد أن أنا أذهب إلى البرلمان، يعني رجل صريح جدا. هننتقل لخبر آخر سريعا. صباح اليوم وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية قالت إن مقاتلات قطرية اعترضت طائرة مدنية إماراتية، الحقيقة طائرتين وهما في طريقهما للمنامة. قطر نفت على لسان المتحدثة باسم الخارجية القطرية ذلك. قطر كانت قد تقدمت بشكوى سابقة لشكوى دولية سابقة بأن الطيران الإماراتي ينتهك المجال الجوي القطري. معي على الهاتف من أبوظبي السيد سيف محمد السويدي المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي. مساء الخير يا فندم. مساء النور. مساء النور، أهلا بك. يعني ماذا حدث بالضبط؟ هل كان اعتراض لطائرة واحدة أم طائرتين؟ إيه بالضبط تفاصيل اللي حصل؟ طبعا بداية أحييك وأحيي طاقم العمل لديك ومشاهدينك الكرام. بداية أريد أن أوضح أنه الشكوى القطرية اللي كانت في مجلس الأمن ليست ضد الطائرات المدنية، هم ادعائهم ضد طائرات عسكرية، وبالتالي لم تقدم أي شكوى ضد حركة الطيران المدني المنطلقة من دولة الإمارات. شيء ثاني، طبعا الطائرتين صباح هذا اليوم يعني يفصل بينهم تقريبا 35 دقيقة في رحلاتهم الاعتيادية اليومية حسب البرنامج والجدول الموضوع والمتبع منذ يمكن سنوات طويلة في نفس التوقيت في نفس اليوم في نفس الطريق. هذا طائرات تنطلق من دولة الإمارات إلى البحرين والعكس. أثناء اقترابهم من مطار في المرحلة النهائية من الاقتراب من مطار المنامة وعلى ارتفاع تقريبا بين 9000 إلى 10000 اقتربت منهم بشكل خطير طائرات مقاتلة يعني بشكل تهديدي للطائرات
تقاطع واضح لمسار طائرات المقاتلة مع الطائرات المدنية. طبعا تنبه إلى ذلك القائمين على رادار الملاحة الجوية في البحرين ونقوه الطيار. الطيار نفسه في الطيار في النهاية رأوا وجود الطائرات على الأجهزة الاستشعارية الموجودة في الطائرة، ومن ثم شاهدوا المقاتلات بالعين المجردة. طب ده معناها انه يعني هذا اختراق واضح، مش بس تهديد للطائرات الاماراتيه ولكن ايضا اختراق للمجال الجوي البحريني. صحيح يا سيدتي، هذا ليس تهديد لدوله الامارات او طائرات الامارات، ده تهديد لمواطنين راكبين طياره. تهديد لمواطنين اكثر من 50 دوله كانوا موجودين على الطائرتين. اكثر من 50 جنسيه مختلفه طبعا. كانوا موجودين على الطائرتين، منهم الاطفال ومنهم النساء ومنهم كبار السن. هذا تهديد مباشر لحياه ابرياء، لحركه طيران مدني حماها القانون باتفاقيه شيكاغو، وضع كل الضمانات. قطر موقعه على اتفاقيه شيكاغو ومتعهده في الاتفاقيه ان تجعل كل الضمانات لعدم يعني تهديد الحركة المدنية للطيران. وما قامت به يعني مقاتلات القطرية تهديد صارخ وواضح لحركة مدنية، وبالتالي اختراق واضح للاتفاقيات الطيران المدني. طب سيد سيف، يعني إذا كانت هذه الطائرات القطرية قد شهدت بالعين المجردة ورصدت من البحرين طبعا ومن الرادارات البحرينية ومن الكنترول أكيد في البحرين، كيف يمكن لقطر أن تنفي ذلك؟ يعني ده أكيد في صور، وأكيد في صور التقطتها الرادارات والأقمار الصناعية، ده حاجة لا يمكن نفيها. كيف يمكن لقطر أن تنفي ذلك في على لسان المتحدثة باسم الخارجية القطرية؟ طبعا هذا شأنهم، لكن ما لدينا من إثباتات وأدلة وتسجيلات من الرادارات تثبت بشكل لا يمكن نفيه عن اقتراب الطائرات إلى مسافة قريبة جدا وخطيرة جدا من مسار طائراتنا المدنية. خطواتكم القادمة ماذا ستفعل هيئة الطيران المدني الإماراتية؟ نحن الآن نرتب تقديم الشكوى إن شاء الله. الشكوى ستتم رفعها غدا إلى منظمة الطيران الدولي، إلى رئيس مجلس المنظمة. منظمة طبعا فيها مجلس وعضو في هذا المجلس مصر، كما نحن كذلك أعضاء. سنقدم الشكوى مشفوعة بالأدلة الكاملة، وسنطلب من رئيس المنظمة إجراء مستعجل وفوري لإيقاف قطر عن هذه التجاوزات القانونية التي تهدد الأبرياء. في نفس الوقت نحن الآن نسعى إلى وجود إلى إيجاد بدائل للخطوط القريبة من قطر، يعني مع أن هذه الخطوط يعني لم يصدر عن قطر أي تنبيه بمنعنا من استخدامها بشكل يعني رسمي ولا حتى غير رسمي. الآن في نفس الوقت طبعا نحن سنتبع كل الخطوات اللي والإجراءات اللي والأدوات اللي يكفلها القانون الدولي في مثل هذه الاختراقات. زي ايه الخطوط دي يا فندم؟ يعني الرحله من، يعني انتوا ما بتعدوش على قطر، وده يعني ايه الخطوط اللي بتفكروا تبحثوا عنها يعني سنبتعد بعيدا جدا عن المسار، وقد هذا يؤثر على الرحلات تطويلا للرحلات، ولكن يعني في نهاية الأمر نحن ما نريده هو ضمان سلامة الطائرة والأطقم والمسافرين. يعني ما هي الإجراءات التي يمكن أن يتخذها هيئة الطيران الدولي، أو يعني ما هي إيه الإجراءات اللي ممكن يتخذوها ضد قطر؟ طبعا انت كما تعرفون المنظمه الدوليه للطيران المدني هي منظمه تابعه للامم المتحده. نعم. طبعا من ضمن الادوات لدى المنظمه الدوليه هي مثلا انذار دوله قطر بصفه مبدئيه، ثم اتخاذ اجراءات تصعيديه منها ايقاف تجميد قدرتها على التصويت، تخفيض تصنيفها
وهذا كله سيؤثر على الطيران المدني لدولة قطر طبعا. بشكرك شكرا جزيلا من أبو ظبي السيد سيف محمد السويدي مدير العام للهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية. الحقيقة موقف غريب جدا، اقتراب طائرات عسكرية مقاتلة من طيران مدني، يعني الحقيقة موقف مثير للعجب. يعني احنا بنهدد مين؟ بنهدد مش بس الدول اللي هي البحرين والإمارات، لكن بنهدد حياة ناس، لأنه الطيار ماشي في سلام انه فجأة يلاقي طيارة تعترضه عسكرية، ده ممكن قد يؤدي إلى ارتباك، قد يؤدي إلى أمور أخرى كثيرة. فيعني هانو موقف غريب جدا، رغم والأغرب منه النفي القطري بصراحة، مش قادر أفهم. يعني إن كانت هناك رادارات بالفعل مصورة، الناس شافت الطيارات دي بالعين المجردة، أكيد في صور واضحة جدا للأقمار الصناعية ولكل حاجة. أنتوا يعني عندنا بلدين قالوا هذا الكلام حتى لو كانوا على خلاف معكم، لكن صعب جدا إنه البلدين دول بيألفوا أو بيحلموا، أو الراجل مثلا كان قاعد بيسوق الطيارة فحلم فجأة إن في طيارة ماشية قدامه، مش عصفورة أصلها، يعني مش عصفورة ومعدية وخبطت في إزازة الطيارة. فالحقيقة أنه يعني موقف غريب جدا، الأغرب منه النفي. يعني الحقيقة إن لم تستحي فافعل ما شئت. نخرج فاصل، لكن خلونا نشوف تقرير مئوية عبد الناصر. النهاردة امبارح كان عندنا حلقة كاملة عن ذكرى المئوية لعبد الناصر. النهاردة كان في زيارة، طبعا الأسرة زارت الضريح، كان في زيارات كثيرة للضريح. الرئيس السيسي كان عنده كلمة بمناسبة ذكرى 100 عام على ميلاد عبد الناصر. مصر كلها بتتكلم، مصر والعالم العربي، هذا الرجل تبقى بصمته أو تبقى بصمته ليس كغيره من الزعماء. يبقى عبد الناصر بعد أكثر من 50 عام على رحيله حالا وحيا. نشوف. احتفالا بمئوية ميلاد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، توافد عدد من المواطنين والسياسيين والشخصيات العامة على ضريح ناصر بمنطقة كبر القبة بالقاهرة للاحتفال بالذكرى العطرة. الفكرة في ثورة 23 يوليو وفي محبة الناس وتأييدها، لا من أول يوم، أولا بعد 6 أسابيع اتعمل تحديد الملكية وتوزيع الأرض، عشان كده الناس حبوه وارتبطوا بيه. مشروع قائم في وجدان الشعب المصري، والشعب المصري كله لم ينسى انحيازك للغالبية العظمى من هذا الشعب، ولم ينسى انك انت دائما كنت رافع لواء العزة ولواء الكرامة والاستقلال الوطني. لغاية دلوقتي هو ساب لنا احلى حاجة في الدنيا، هي السيرة الحلوة. عارف ازاي؟ دي اهم من الفلوس واهم من اي حاجه في الدنيا. الاحتفال بالذكرى المئويه لناصر امتد ايضا لدار الاوبرا المصريه، حيث انعقد مؤتمر لرؤساء الوفود والبعثات العربيه والدوليه المشاركه في الاحتفال، وتضمن العديد من الكلمات التي تجسد مسيره الزعيم الراحل. النهج اللي كان سار فيه جمال عبد الناصر في ذلك الزمن هو النهج السليم الذي ينقذ الأمة العربية من مآسيها التي تمر بها حاليا، الطائفية والعشائرية والمذهبية والإقليمية، كلها أمراض انتعشت بعد غياب الرئيس جمال عبد الناصر. اللي أنا شايفه النهاردة ده جمعة الشعوب العربية، يعني الأعداد الكبيرة جدا من الشباب، على فكرة مش كل اللي هنا عصروا عبد الناصر، ولا حتى أجيال منهم يعني جت بعده بكتير. إحياء الذكرى المئوية لميلاد ناصر يمثل انعكاسا لتقديره لدى عدد كبير من المصريين والعرب، وكيف لا وهو حبيب الملايين الذي لطالما كان ولا يزال رمزا للبسطاء والفقراء.